مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم معنا من برلين محمد فوزي اللامي، الخبير الأمني والعسكري. أهلا بك أستاذ محمد. بداية، هلا حدثتنا عن نشاط هذه العصابة أو الشبكة الإجرامية في العديد من المدن الألمانية؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. هذه المجموعة سيدي الكريم موجودة في غرب ألمانيا في شمال الراين، ولديها نشاطات إجرامية كما وجهت لها هذه التهم من قبل وزارة الداخلية الألمانية. طبعا التهم تعددت، تجارة المخدرات وتجارة السلاح، تزوير الوثائق الرسمية، التهديد، الشروع بالقتل، التهريب البشر. حقيقة هنالك حزمة من الاتهامات وجهت لهذه العصابة الموجودة في أكثر من 11 مدينة، وأيضا لديها فرع صغير، مجموعة صغيرة ناشطة في هولندا. الحدث الذي جاء هو بعد إعلان وزارة الداخلية الألمانية على حملة كبيرة ضد ما أسمتها بعوائل الجريمة المنظمة، عصابات الجريمة المنظمة. البداية كانت مع بداية جروب كما يسمونهم جروب السلام 1313. حقيقة تصدرت الأخبار، أصبحت هي على رأس القوائم السوداء. اليوم نجد بأن الحكومة الألمانية وضعت هذه الأفراد وعوائلهم في قوائم سوداء، متهمين، تحقيقات كبيرة اليوم تجري معهم للعثور على أدلة أو الحصول على اعترافات، بالنتيجة تحويلهم إلى المحاكم الرسمية. سيد محمد، تحرك السلطات الألمانية إلى أي مدى يثبت خطورة هذه الجماعة؟ ولماذا تأخرت ألمانيا بمعالجة هذه الظاهرة؟ ألا يفترض أنها دولة متطورة فيها نظام استخبارات عالي؟ كيف يسمح لهذه الميليشيات أو هذه الميليشيا تحديدا أن تستعرض بالدراجات النارية والسلاح والجرائم التي ارتكبتها؟ كيف مروا حتى هذه اللحظة وتأخرت ألمانيا في التعامل معهم؟ يعني أنا أعتقد بأن هذه الميليشيات تمارس هذا الدور منذ سنوات. طبعا بالتأكيد هي ملاحقة ومراقبة من قبل السلطات الألمانية، لكن اليوم نجد بأن التحرك الأمن الألماني بهذا الاتجاه يدل على أن هنالك نشاط أخذ يتطور، وهنالك تهديد للسلم المجتمعي في ألمانيا، سواء كان للمواطنين الألمان أو للجاليات العربية من قبل هذه الميليشيات. اليوم هنالك تهديد حقيقي من قبل هذه الميليشيات. ربما أعتقد بأنه الإجراء هو إجراء حقيقي وإجراء احترازي، كون أن المنطقة العربية اليوم هنالك هذه الميليشيات قد تشهد تصاعد، بما أنه هنالك تصاعد في حدة التوتر ما بين إيران وميليشياتها وما بين أمريكا من جهة، فقد تقوم اليوم الأذرع التابعة لميليشيات الحشد الشعبي في أوروبا وفي أمريكا وفي مناطق أخرى قد تقوم بأعمال إجرامية، بأعمال إرهابية، ترهيب الناس. فبالتأكيد من الواضح بأن الإجراء احترازي بشكل كبير جدا، وبأن السلطة الألمانية تتحرك ضمن أدلة ومعلومات حقيقية عن وجود جرائم ارتكبتها هذه الميليشيات. بالنتيجة نحن اليوم نتحدث بأن هذه الميليشيا وأفرادها المجموعة الكبيرة وعوائلهم اليوم في ألمانيا أصبحوا تحت وضع شبه الإقامة الجبرية، التحقيقات جارية معهم، وبالتأكيد سوف لن يفلتون. وربما هذه ألمانيا قد تكون هي البداية، وقد تقوم هنالك وزارات داخلية وأجهزة أمن لدول أخرى سواء كانت أوروبية أو في القارة الأمريكية بنفس النهج وبنفس العمل في التصدي لهذه الأذرع التابعة للميليشيات في العراق، التي انتشرت حقيقة في أكثر من دولة، والتي تؤثر على الناشطين العراقيين وتؤثر حتى على الجالية يعني من سخرية القدر أن يهرب العراقيون بحرا ويواجهون الموت وخطر عملية التهريب والهجرة غير الشرعية، هروبا وخوفا من ميليشيات قد تبطش بهم وتفقدهم حياتهم وحياة أطفالهم، ليذهبوا إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تتغنى بالحرية والإنسانية وكذا، ليجدوا أيضا ميليشيات. مقتدى الصدر قائد هذه الجماعة أو هذه العصابة في ألمانيا اعترف بالتسجيل المصور أنه تابع لمقتدى الصدر ويأتمر بإمرته، في حين التيار الصدري نفى أن تكون هذه الجماعة منضمة له. ما تبرير وما تفسير هذه التصريحات، وكذلك فكرة أن تخرج الميليشيات من العراق لكي تنتشر وتنشر إرهابها كذلك في دول الاتحاد الأوروبي؟
يعني اولا سيدي النقطه الاولى هذه المجموعه نشاطاتها على وسائل التواصل الاجتماعي تثبت بان هذه المجموعه لديها اتصالات وتابعه لميليشيات مقتدى الصدر في العراق، وحتى الكثير من اعضائها ايضا من ميليشيات اخرى من ميليشيات الحشد الشعبي بالصور وبالادله وبالفيديوهات التي كانوا ينشرونها، اضافه الى ان هذه المجموعه لديها اتصالات مع الحكومه العراقيه، المجموعه العصابه الارهابيه الموجوده في المانيا، لديها اتصالات مع الحكومه العراقيه ولديها تواصل والصور موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي بين مسؤولين امنيين ومسؤولين سياسيين ورجال دين من العراق ياتون لالمانيا لزياره هذه المجموعه، اذا لا صحه في نفي مقتدى الصدر او نفي المتحدث باسم ميليشيات السلام عن عدم وجود اتصال بهذه العصابه. ثانيا سيد الكريم ان هذه الفكره فكره تصدير الثوره الايرانيه وفكره الانتشار وقمع الحريات وقمع الاصوات، هذه الفكره موجوده اصلا في العراق اليوم، انه هذه الميليشيات هي ميليشيات اليوم مختصه بقمع الاصوات التي تعارض هذا النظام. وضحت الفكره سيد محمد فوزي الامي الخبير الامني والعسكري، كنت معنا عبر الهاتف من برلين، شكرا لك.